مكانتها الهامة في الاقتصاد الوطني واستيعابها ليد عاملة كبيرة، عوامل جعلت من الصناعة التقليدية قطاعا منفتحا على ورش التأهيل والتكوين في صفوف الحرفيين. استفدت منه بزاف ديال الحوايج، كيفاش نطور المنتوج ديالي، كيفاش نصنع واحد الحاجة زوينة اللي يشوفها الكليان وتعجبو. الحمد لله كاين شي مسائل جديدة اللي استفدنا منها من ناحية التقنية، من ناحية الحرف. هذا التكوين يندرج ضمن برامج محو الأمية الوظيفي ودعم القدرات المهنية للصناع التقليديين. يندرج هذا النشاط في إطار اتفاقية الشراكة بين الحكومة المغربية وبرنامج تحدي الألفية الأمريكي في شقه المتعلق بالصناعة التقليدية، الذي سوف يهم إن شاء الله 63,700 مستفيد ومستفيدة على كامل التراب الوطني. محطة اليوم تعتبر مناسبة لتقييم هذا البرنامج وتصدير مخطط 2012. هذا المجال تيجي تعزز المجالات ديال الاخرى اللي كاينه في الوكاله الشراكه من اجل التنميه، اللي تصدي الفقر وتحسين المدخول الفردي للمستفيد والمستفيدات. اللقاء توج اشغاله بتوزيع الشواهد على 150 مستفيدا من برنامج التكوين الذي تصاحبه وكاله الشراكه من اجل التنميه وتسهر على تنفيذه وزاره الصناعه التقليديه.